مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم المؤسسة الرائدة في مجال بناء القدرات والطاقات الإيجابية للشباب. عن تفاصيل ومحاور الدورة الثانية لمؤتمر المعرفة 2015 والتي أقيمت صباح اليوم في فندق جراند حيات دبي، حيث يستضيف المؤتمر لهذا العام مزيدا من الشخصيات البارزة في مجال المعرفة والابتكار. القمم لا تعطي حلولا سحرية، إنما تمهد الطريق ما سيأتي من الزمان. الابتكار صار أهميته من أهمية العلم، من أهمية التعليم، فبدون ابتكار لن نصل إلى الاستراتيجية التي رسمتها قيادتنا الرشيدة للاكتفاء الذاتي عن النفط وعن بعد انتهاء النفط. وتشهد قمة المعرفة 2015 عددا من الفعاليات المهمة يأتي في مقدمتها الإعلان عن الفائز بجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، كما ستعلن خلال القمة نتائج مؤشر المعرفة العربي وإطلاق بوابة المعرفة للجميع ضمن المبادرة المشتركة بين المؤسسة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وترفع قمة المعرفة شعار الطريق إلى الابتكار لتأهيل المجتمعات العربية ونشر مفاهيم الإبداع والابتكار بين أفرادها. قمة المعرفة الطريق إلى الابتكار من خلال وجود هذه الكوكبة من المبتكرين العرب الذين حضروا هذه القمة لعرض آخر ما توصلت إليه ابتكاراتهم المعرفية. لنشرة علوم الدار سوسن الرحمة من قمة المعرفة إمارة دبي.